يوم استعارت هاتفي، يوم استعارت هاتفي فورا تعقد موقفي. صوت تردد داخلي، هل آن نشر صحائفي؟ يا ويح نفس أسكتت خوف اللقاء الكاشف، ووددت لو قد تنشغل، ووددت أني أختفي. ودعوت ربي خالقي بتضرع وتخوفي، ألطف بعبدك إنه في عين ريح عاصف. رمز الحماية أبتغي، رمز الحماية أبتغي، سألت بغير ترأف ولوهلة وصعوبة، قاومت إحساس الخفي وسألتها بتلطف وبلاهة وتعطف، ماذا تريد حبيبتي ولأي شيء تهدفي؟ أنا لو تشائي أساعدك، أنا لو تشائي أساعدك، كم تعلمين معارفي، فلربما لن تحسني فهم النظام بهاتفي. أنا لو تشائي أساعدك، كم تعلمين معارفي، فلربما لن تحسني فهم النظام بهاتفي. قالت كأنك خائف، والله لست بخائف. قالت أتخفي ما يرى، لا شيء بجهاز خفي. قالت كأنك خائف، والله لست بخائف. قالت أتخفي ما يرى، لا شيء بجهاز خفي، لكني أخشى بأنه لا شحن فيه فينطفي، وأنا المحب ومهجتي تأبى سواك وتكتفي. ولقد علمت بأنني بك مغرم وأنا الوفي، وأنا الضرير إذا رأيت سواك، وأنا المحب ومهجتي تأبى سواك وتكتفي. ولقد علمت بأنني بك مغرم وأنا الوفي، وأنا الضرير إذا رأيت سواك لم أتكفف. وأنا أنا والشك في محرم في المصحف. والشيخ قال وأحسن، إياك يوما تقتفي. رن الجهاز بدوره ثم انطفى يسر أبي. وأنا الضرير إذا رأيت سواك لم أتكفف. وأنا والشك في محرم في المصحف. والشيخ قال وأحسن، إياك يوما تقتفي. رن الجهاز بدوره ثم انطفى بتعففي. يسر أتى، والله كم لله من لطف خفي. يوم استعارت هاتفي فورا تعقد موقفي. صوت تردد داخلي، هل آن نشر صحائفي؟